للطرف الايمن لفريق راسينغ البيضاوي. تتحاول يونس بامولا، يونس بامولا يبحث عن الحلول من الطرف الايمن، مشات كره راسينغ البيضاوي، ضربه زاويه لراسينغ، ضربه زاويه لفريق راسينغ البيضاوي في منطقه الجزاء. هدف جميل جدا عبر المدافع وترى الذي يتمكن من تسجيل الهدف الاول في هذه المباراه. كره ثابته واول فرصه اتيحت لراسينغ من كره ثابته، ترجمة باللغة العربية المهاجم والمدافع الأوسط رقم 25 محمد وترى لهدف أول في المباراة، تصبح النتيجة 1-0. 1-0 هي نتيجة المباراة بين فريقي الجيش الملكي والراسينغ البيضاوي. الراسينغ الذي هو الجيش الذي يبحث عن رصيد تهديفي، رصيد تهديفي. ولما نتحدث عن التهديف نتحدث عن هدفين كبار للبطولة الوطنية. مشات كرة الفريق الجيش الملكي، كرة الجيش الملكي بالرحمة بزغودي، استلام يوسف القديوي، كرة للجيش الملكي يوسف مشات كرة الفريق الجيش الملكي يوسف القديوي في منطقة الجزاء، فرصة هدف والهدف هدف التعادل للجيش الملكي عبر سعد اللمطي الذي يسجل هدف من بناء هجومي ممتاز جدا. تصبح النتيجه هدف لهدف بين راسينغ البيضاوي والجيش الملكي في حدود دقيقه 28 من المباراه. بناء هجومي ممتاز جدا، قاده سعد اللمطي يوسف القديوي، والختم كان بشكل ممتاز جدا من اللاعب الواعد سعيد البودراري الذي يسجل الهدف. لاعب ناشئ، ربما الهدف سيمنحه شحنة معنوية لمواصلة المشوار، ولما لا يكون واحد من اللاعبين المؤثرين فريق الجيش الملكي الموسم المقبل. يونس القدوسي اتجاه أستي، تدخل ابراهيم بزغودي، ما كاينش تسلل، ما كاينش تسلل تماما في الكرة الماضية. ابراهيم بزغودي، هدف من صناعة يوسف القديوي، والختم للكبير ابراهيم بزغودي. كان تعامل ذكي مع هجمه مضاده سريعه، لعبوها بشكل ذكي وذكي جدا، حتى تايمينغ في التمريره من قدم يوسف القديوي ما تعطلش بزاف، وبالتالي حرر ابراهيم بزغودي اللي كان في موقف مريح. البدايه سعد اللمطي، يوسف القديوي، هنا التايمينغ اللي كان ممتاز جدا، روضها بشكل ممتاز ابراهيم بزغودي وسجل الهدف الثاني للجيش الملكي الذي ستنتهي على ايقاعات الجوله الاولى من المباراه. 2-1 من الكرات الجميله في هذه المباراه. ابراهيم بزغودي لاعب الموهوب، واحد من اللاعبين الكبار خلال السنوات الماضيه في البطوله الوطنيه، ودقيقه واحده كوقت مضاف في الجوله الاولى من المباراه. نتيجه 2-1.